مرة ثانية صباح الخير كاثي، ولا نصبح عليكم اليوم من جمعية أهالي حاتم الطائي. وأنتم زي ما ذكرتي نشميات، وإحنا فعلا اليوم مع نشميات من هذه البلدة الجميلة في لواء بني كنانة بمحافظة إربد. اليوم نتعلم مهن وحرف، كنت تحكين أنه والله نتعلم سباكة نتعلم كذا، راح نطلع إن شاء الله خلال الأيام القادمة مع سيدات عملوا وأسسوا لمحل السباكة والحدادة بمدينة إربد، وراح تشوفوهم إن شاء الله خلال الأيام القادمة قديش أنتم عزيمة أنهم يكون عندهم مهنة يتسلحوا فيها ويدروا دخل عليهم. اليوم إحنا بهاي الجمعية اللي قامت على تدريبها عدد من الخبيرات في مجال التدريب والخياطة، زي ما أنت شايفات زميلتي كاثي وزميلة لانا، هاي الجمعية قامت على تدريب عدد كبير من السيدات في هذا في هذه المنطقة، وبالتالي بدنا نعرف من هيفاء السلامات اللي هي رئيسة فريق التدريب. بنصبح عليك ست هيفاء، نقول لك صباح الخير. صباح النور، يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح الوطن الجميل، حياكم الله. يسعد صباحك، انت ما شاء الله عليك يعني تدربتي في اكثر من مكان واكثر من محافظه على سيدات المجتمع المحلي. اليوم يعني جميل جدا انه انتوا تروحوا على مناطق ريفيه وتدربوا داخل المكان، حتى البنات والسيدات يعني يكون المكان قريب عليهم، وبالتالي تعطيهم هاي الدوره على المهن معي. شو دربتي السيدات اليوم وكيف كان مشوارك انت كمدرب واصبحت الان كبير مدربين خلينا نسميكي؟ الحمد لله رب العالمين. انا بلشت يعني حياتي الحمد لله زيهم يعني ابتداء بالخياطة، والحمد لله مدربة، والحمد لله احنا مدربة بجميع المحافظات في إربد وجميع المناطق. يعني احنا بدل ما هي السيدة تروح على المراكز التدريبية، صرنا احنا كشركة التاج الذهبي مخيط التيفلة نوصل احنا التدريب لنفس المنطقة، بدل ما تدفع المواصلات وتكون مشاوير عليها بعيدة. والحمد لله يعني دربنا بجميع المحافظات، دربنا بكفر سوم، دربنا بجميع المناطق، والحمد لله السيدات يعني عشان يكون عندهم اكتفاء ذاتي، والحمد لله رب العالمين. يعني كيف كانت بدايتك بالتدريب؟ يعني انت وانت صغيرة سمعت انك من 10 سنوات وانت تخيطي، كيف بديتي؟ يعني انا وانا عمري 10 سنين كنت اعشق ايش اسمه خياطه وانتاج الملابس، كنت اخيط للعب وللعبتي، والحمد لله رب العالمين حبيت اطورها، رحت دخلت الصف الاول ثانوي توجيهي درست التدريب انتاج الملابس وتزوجت، والحمد لله كملت يعني ما صح لي اني اكمل جامعه لاني تزوجت صغيره، وبمجرد ما انا خلفت صرت اطلع ايش اعمل الانتاج لبنتي. أعطينا فكرة عن اللي شو بتنتجوا الآن، شو كيف دربتيهم على مثلا مواد وعملية تدوير بعض المخلفات القديمة، عملتوا منها شغلات جديدة، وخصوصا كوت الأطفال زي ما شايف ما شاء الله. يعني تحكي لي عن هذه الخياطة استاذ محمد. يعني هاي عندنا كوتات الاطفال الحمد لله يعني مطلوبه جدا حاليا، عن يعني بتستخدم على طبقتين اللي هو المعرق والساده، محشي حشوه طبيه بوليستر طبيعي للطفل تكون مريحه، والحمد لله رب العالمين عندنا اعاده التدوير، يعني هي اكبر انتاج الحمد لله اعاده التدوير، يعني من انت يعني من قماشات مش موجوده بالبيت بدل احنا ما نكبها بنستخدمها من برادي من اي قطعه يعني موجوده، والحمد لله اعاده التدوير كانت كثير نجحة مع دوراتنا، وهي زي ما انت شايفين يعني الوضع كثير رائع وكثير يعني ما شاء الله السيدات بيستفادوا، بالذات انها تكون منتجة داخل بيتها يعني عشان تدخل زيادة الدخل لبيتها بالذات الوضع اللي احنا فيه. بالتأكيد يعني كمان ننأكد على انه يعني وجود مراكز التدريب وتوفير الجمعيات مكان للسيدات للتدريب داخل هذه القرى بساعتهن انهن يجين وما يكونش مستحيات او يتكبد عناء السفر لمناطق بعيدة. كم عدد البنات اللي دربتيهم بهذه المنطقة؟ ما شاء الله احنا كنا قبل جائحة كورونا ندرب 40 سيدة، يعني بس مع الوضع الحالي صرنا من 15 إلى 20 سيدة عشان الوضع عشان التباعد، والحمد لله يعني كل أسبوع احنا بنخرج بمنطقة، يعني مش كل أسبوع بنخرج بمنطقة. قديش عدد الدورات اللي اشتغلتوا عليها؟ كثير ما شاء الله، احنا صار لنا 3 سنين مع شركة التاج الذهبي بنقدم الدورات مجانية للسيدات المجتمع المحلي، يعني عدد لا يوصف يعني ما بقدر أذكرها، يعني ما شاء الله إحنا كل أسبوع بعد أسبوع بنعطي دورة بجميع المناطق. ست هيفاء بدنا نشكرك، بدنا نشوف يعني هنا بنات تدربن، بدنا نشوف كيف قديش استفادوا من هذه الدورات، وهل انعكس عليكم كصبايا في هذه المنطقة إنه دركوا دخل وبالتالي أصبح عندكم يعني حب إنه تأخذوا وتشتغلوا داخل البيت، يعني من داخل البيت أصبحتوا تنتجوا، فبنصبح عليكي ونتعرف عليكي.
صباح الخير أماني عبابنة، أهلا وسهلا فيك ومنطقتنا بحاتم. إحنا كسيدات ريفيات كثير استفدنا من الدورة، معناها كانت صغيرة ووقتها قصير بس اشتغلنا وتعبنا، فتحت لنا المجال أن نتعلم مهن، وخاصة بجائحة كورونا كل واحد فينا يعني استفادت أنها تدعم زوجها كمردود مادي، سواء كان بالقرآن سواء كان بأدواتنا المطبخ، إنا لأولادنا لبيتنا لنفسنا. كمان تعلمنا كثير أشياء حلوة، ونتمنى أنها دائماً تكون باستمرار. وفتحت لنا جمعية أهالي حاتم الطائي هاي الفرصة، إحنا كسيدات ريفيات كلاتنا تواجدنا بهذا المكان قريب على سكننا، والحمد لله ونشكركم وتواجدكم عنا. الثوب اللي أنتوا التطريز معروف يعني بمناطق الريف إنها دائماً السيدات بحبين يلبسونه، وأنت يعني نقول عنك صبية ما شاء الله عليك صغيرة لكن بتحب تلبسي مثل هذا الثواب، وزميلتك هنا هذا من شغلكم بالتأكيد، وهذا يعني ثمنه غالي لما ينباع بالأسواق خصوصاً في المولات. أكيد هذا شغل يدوي على إيدنا، إحنا اشتغلنا بالألوان، بنحب إحياء لتراثنا الأردني بهاي الثياب الحلوة بأشكالها بتطريزاتها برسماتها المختلفة وبألوانها الحلوة. يعني بالتأكيد أنتوا لما بتعرفوا قديش ممكن يكون في إن شاء الله سياحة قادمة علينا، فهذا بتشعروا أنه مطلوب لكم، يعني بتطلبوه من الجمعيات أنه والله بدنا ثوب مطرز أردني أصيل؟ أكيد طبعا، حتى من سكان البلد نفسه إحنا كأردنيات نشميات بنات ريف، هاي الأشياء دائما متواجدة يعني سواء كان بخزانتنا سواء كان من السياح اللي بيجوا لعنا، فهذا الشغل دائما باستمرار برسماته حتى المتجددة، إحياء لتراثنا ورسماتنا القديمة، بنحب شغل جداتنا وهذا الشغل المرتب الحلو. شفنا كمان بتعمل العرج القديم وبتمزج ما بين الماضي والحاضر وحافظ على التراث بالتأكيد، يعني بنشوف هون سيدة أخرى، صباح الخير مرة ثانية، يعطيك العافية. الله يعافيك، صباح النور، أهلا وسهلا فيكم جمعية أهالي حاتم الطائي. تعرف عليك، شو اشتغلتي أنت ما بين القديم والحديث؟ يعني شايفك أنك بتعملي مثلا تعلمنا عادة التدوير من بقايا قماش قديم، مثلا أنا كان عندي بقايا قماش حبيت أعمله لبنتي أستفيد منه، هي زي ما أنت شايف كان حلو كثير مرتب، ما كنت متخيل أنه يطلع بهذا الجمال. طيب يعني فصلت لحالك، أنا شايف نفس الخامة، فصلت لحالك قميص وبعدين عملتي لبنتك من خلال زيادة القماش اللي زاد عندك، عملتي لها كمان فستان. صح، زاد عندي بقايا قماش طبعا من خلال المدربة هيفاء السلامات، ساعدتنا عليه كثير، تعلمنا كثير، صحيح كانت فترة قصيرة لكن تعلمنا كثير أشياء، كانت دورة مكثفة. يعني سألنا البنت الصبية هناك على ثوب مطرز، وأنت كمان تشتغل ثوب مطرز، هل منتجاتكم بتطلعوها خارج محافظة إربد؟ يعني عليها طلب مثلا بعمان بالمناطق السياحية خصوصا بجرش مثلا في هناك موقع سياحي، ونشوف كثير من المعروضات من يعني زي هاي الأثواب، هل بتعرضوهم في مكان آخر؟ إن شاء الله لقدام رايحين نصير نعرض ونشتغل بسوق العمل إن شاء الله. بالتأكيد نشوف يعني إذا في واحد هون تحكي، يعني أنت بالتأكيد أجيتي لهون حتى يكون عندك مردود ودخل كبير حتى تساعدي أسرتك وعائلتك، فتحكي لي هل انعكس عليكم ماديا هذا مثل هذه الدورات؟ أكيد، أول شيء أهلا وسهلا بالتلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد. أول شيء إحنا ما كانش عندي خلفية للخياطة، بعد الدورة اللي أتيحت لنا بسهولة بلدتنا تعلمنا أساسيات الخياطة، كيف نتعامل مع القماش نقصه نصنع منه ملابس، كيف نستخدم الماكينة، ما كان عندنا خلفية إلها، وتعلمنا كيف إعادة تصنيع الملابس التالفة، واستفدنا كثير بجهود المدربة. يعني كعنصر نسائي أنتم بتساعدوا بعضكم بتقعدوا مع بعضكم، بالتأكيد هذا يعني نفسيا تكونوا مرتاحين لما تكون مدربة معاكم وعم بتشتغل معاكم، وبالتالي بعود عليكم بالمردود المادي الجيد إن شاء الله. نتمنى التوفيق لكل الصبايا في بلدة حاتم يعني ونشميات، يعني كاتي ولانا حكوا عنكم نشميات الوطن وحنت النشميات ما شاء الله عليكم، نشوف يعني رئيس الجمعية شو ممكن يقدم كدورات للسيدات في هذه المنطقة. منصبح عليك ونتعرف عليك. صباح الخير يا ميت، أهلا وسهلا فيك وشرفتونا في بلدتكم، بلدتنا الحبيبة بلدة حاتم، أهلا وسهلا فيك. أنا محمد حسن مقدادي رئيس جمعية أهالي حاتم الطائي.
حاتم الطاي وكرم، يعني أنتوا أكيد قدمتوا جمعيتكم كمجتمع محلي لهذه السيدات حتى يأخذوا دورات، وبالتالي يعني هناك دورات إن شاء الله قادمة في مواضيع أخرى، ورح نشوف بعد شوي إنه في كمان شغلات ثانية بالداخل، هناك شغل آخر. فتحكي لي كيف ممكن أنتوا توفروا هذا المكان باستمرار ومجانا للسيدات المجتمع المحلي حتى يكون في تنمية محلية يعني جيدة. يا سيدي أهلا وسهلا فيك، وإحنا جمعيتنا جمعية يعني ليست تحكر على رأي رئيس الجمعية أو الأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، إحنا جمعيتنا مفتوحة أبوابها للجميع، والحمد لله رب العالمين منذ التأسيس يعني قمنا بدورات كثيرة، دورات شبابية، دورات تنشيط، دورات لترشيد استهلاك المياه، دورات حول العنف الأسري، دورات لتعليم الأطفال، لترفيهية للأطفال، والحمد لله رب العالمين يعني أي مجال بصير لنا نستغل الفرصة ونعقد دورات عندنا هون بالجمعية، وأغلبها مجانية أو أكثرها يعني الكل غالبا تكون دوراتنا عندنا هون مجانية ولله الحمد. بالتأكيد يعني منطقة حاتم منطقة جميلة جدا، وإحنا زي ما شايفين يعني فيها شجر زيتون، فهذا بدل على إنه ممكن يكون أكثر من مجال يشتغلوا فيه أهل المنطقة، سواء بالزيتون سواء بالرمان كمان عندكم في مناطق، وشفنا قبل شوي غابة سنوبر عندكم موجودة هناك. فبالتأكيد أخ مقدادي بدنا نقول لك الله يعطيكم العافية، وإذا إلى كلمة أخيرة تحكيها على شاشة التلفزيون الأردني. حياكم الله، من رحب التلفزيون الأردني، ونشكر جزيل الشكر للتلفزيون الأردني ولأسرة برنامج يوم جديد، شرفتونا ببلدتكم بلدة حاتم، وأهلا وسهلا فيكم دائما وأبدا. شكرا، الله يعطيكم العافية، وجهودكم مباركة يعني كاثي، وزي ما شفتي أنت ولنا نشميات عم بيشتغلوا على حالهم، عم بيوفروا فرص عمل ودخل بيوتهم، وبالتالي إحنا من يعني ننسى ثقافة العيب، وهي دليل على ذلك هذا الكم من السيدات اللي عم بتدربوا على مهن حتى تكون لديهم يعني مساعدة اقتصادية لأسرهم، وأيضا يعني تعمل أي شيء بالبيت. يعني فترة كورونا كان فترة ركود، فبالتالي مثل هذه الأعمال بتساعدهم على أول شيء تخطي وقت الفراغ بشكل كبير وإنتاج، وهذا ما هو مطلوب. صباح الخير كاتي، صباح الخير لنا من بلدة حاتم، ورح نكون إن شاء الله بعد شوي مع قسم آخر من الإنتاج لهذه الدورات. صباح الخير.